الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال وهو يصعد: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى. وكأن هذا الشهر هو دورة مكثفة للصلح مع الله، دورة مكثفة لفتح صفحة جديدة مع الله، دورة مكثفة لإلغاء الماضي بكل ما فيه من تقصير. إلا أن هناك ملاحظة لا بد منها: الذنوب التي تغفر في رمضان هي التي بينك وبين الله. هذا ذنب يغفر لمجرد أن يقول العبد: يا رب لقد تبت إليك، كأن الله يلقي في روعه: وأنا يا عبدي قد قبلت. والصلحة بالتعبير الدارج بلمحة، والإنسان حينما يصطلح مع الله طويت صفحة عن كل أعماله السابقة. فمن صام رمضان إيمانه واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانه واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فرمضان شهر الصلح مع الله، شهر فتح صفحة جديدة مع الله، شهر البدء من الصفر في علاقتك مع الله. هي مناسبة لا تقدر بثمن. يعني لو فرضنا ترجمناها إلى واقع الحياة، إنسان في عليه مئات الملايين ديون وكلها موثقة بسندات، وبالإمكان أن يحجز على أملاكه المنقولة وغير المنقولة، وأن يعلن إفلاسه، فقيل له: افعل كذا وكذا لثلاثين يوما وأنت معفى من كل ديونك المملرة. فرصة لا تعوض. فالله عز وجل يعيدنا أن الإنسان إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا، لأنه الله عز وجل نهاك عن المعاصي والآثام، نهاك عن الكذب، نهاك عن الغش، نهاك عن الزنا، نهاك عن كل المعاصي والآثام. إلا أنه في رمضان نهاك عن الطعام والشراب المباح، نهاك عن الحلال، فلأن تترك المعاصي من باب أولى. يعني قد يقول قائل التقريب: يعني ما في آية ولا حديث ينهى بالأب والأم ولا تقول لهما أفن، التالي من باب أولى. نعم. إذا أنت ممنوع أن تقول لهما أفن وتلقائيا كل شيء بعد، وأن تشد نظرك إلى الأب نوع من الأنواع أف، وأن تخبط الباب حينما تخرج تعبير عن غضبك نوع من الأف. فإذا نهيت عن كلمة أف وما يساويها، فلأن تكون منهيا عن إيقاع الأذى بالأم والأب من باب أولى. هذا بالفقه باب اسمه من باب أولى. إذا كنت منهيا عن أن تقول كلمة أف، أو عن أن تشد نظرك إلى الأب والأم لأنها تقابل كلمة أف، أو عن أن تخبط الباب خبطا قاسيا تعبيرا عن غضبك، هذا مثل أف. فإذا كنت منهيا عن هذه الأشياء الصغيرة، فلأن تكون في الأصل منهيا عن إيقاع الأذى بالأم والأب من باب أولى. هذا باب من باب أولى. نعم. فرمضان أنت منعت أن تأكل، نعم، وأن تشرب وأن تقترب من حلالك، ممنوع، فلأن تدع المحرمات من باب أولى. الله يفتح لك يا دكتور. رمضان هو شهر الكنوز وشهر الطاعات العظيمة، هل لنا دكتور أن نغرف منها؟ ماذا تنصحنا في هذا الشهر الفضيل أن نغتنم وأن نفعل لننال من هذه الكنوز وأجرها المضاعف في هذا الشهر الفضيل؟ يعني هو الحقيقة أن العبادة هي طاعة، لكنها طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي لسعادة أبدية. هذه العبادات هي علة وجودنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في عنا عبادات شعائرية وعنا عبادات تعاملية، وهذا كلام دقيق جدا. العبادة الشعائرية هي الصلاة والصوم والحج والزكاة. بتعبير آخر، الصلاة من أجل أن تتصل بالله، والصيام من أجل أن تتصل بالله،
والحج من أجل أن تتصل بالله. نعم. والزكاة من أجل أن تتصل بالله. نعم. والنطق بالشهادة من أجل الاتصال بالله. أن تعقد مع الله صلة، هذا جوهر العبادة بأكملها. لكن برمضان دورة مكثفة، دورة مركزة، دورة تنهي الماضي بكلمة واحدة. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. رمضان فرصة لا تتكرر إلا كل عام. يعني أنا الذي أتصوره، الإنسان لما ترك برمضان الطعام والشراب والمباحات فلا أن يدع المعاصي والآثام من باب أولى. فإذا استطاع أن يضبط نفسه في 30 يوم، مع أن هذه الأيام 30 شكلت عنده تحمل الطاعة بشكل مستمر. فبطولة المؤمن الصائم أن يتابع انضباطه بعد رمضان. أما الذي يعود إلى ما كان عليه قبل رمضان والله كأنه ما صام رمضان. هي فرصة من أجل أن ترقى رقيا نوعيا، وكل سنة في قفزة نوعية، صار في درج كل عام ترتقي في فهمك، في عقيدتك، في إحسانك، في استقامتك، في محبتك لله. فإذا كان بعد رمضان عدنا إلى ما كنا عليه قبل رمضان ما بقى في ارتقاء، ما عاد درج. سبحان الله. نعم. لذلك هناك إنسان يصوم رمضان مثله كمثل الناقة، حبسها أهلها فلا تدري لا لما حبست ولا لما أطلقت. الشيء الآخر وهو الحقيقة المرة، برمضان حينما يضعف الإيمان، يضعف الانضباط، يضعف الفهم عن الله عز وجل، حينما يكون الإنسان في قبل رمضان بعيد عن الله، رمضان صار شهر الولائم والمسلسلات، يعني ابتعدنا عن حقيقة هذا الشهر ابتعادا كليا. يعني أكثر الأسر في رمضان تلتقي. نعم. على مائدة الإفطار صار في موسم ولائم، كل يوم ببيت، والسهرة للسحور، والسهرة في أي شيء ما بيرضي الله، لا بما يرى على الشاشة أو لا بما يتكلم بلسانه. فإذا كان شهر رمضان شهر الولائم والمسلسلات، ما عاد هذا الشهر الذي أراده الله عز وجل. الناس من خلال الولائم دكتور يعني يحبون أن يحيوا صلة الرحم وإفطار الصائم. هذا موضوع تاني. أنا أرى. نعم. أن صلة الرحم أحد أكبر القربات إلى الله. يعني الإنسان بحياته اليومية في عدد من أقربه المحدود جدا يراه كل يوم تقريبا أو كل أسبوع، عدد قليل من أقربائه في تعامل يومي معهم، ساكن ببيت أهله مثلا يرى أمه وأباه كل يوم، إخوته يأتون إلى بيت أمهم وأبيهم يرى أخوته، لكن في عدد كبير جدا من أقرباء الإنسان قد لا يتاح له أن يصلهم أو أن يتفقد شؤونهم. من هنا جاءت عبادة صلة الرحم. أنت برمضان ينبغي أن تتفقد أقربائك. نعم. الذين لا تلتقي بهم إلا قليلا. ماذا يفهم من صلة الرحم؟ المفهوم المعاصر بسيط جدا وساذج، أنه طرق بابه زائرا بالعيد، وإذا ما وجدته تعطيه بطاقة. حتى أن معظم الناس يتمنون ألا يجده حتى يحقق باليوم أكبر برنامج للزيارات. نعم. بيتمنى يكون نص من دون ما يكونوا موجودين. لكن هل هذا هو المطلوب؟ لا. نعم. المطلوب أن تتصل به وأن تتفقد شؤونه. فإن كان بحاجة إلى مال أن تمده، إن كان بحاجة إلى توجيه أن توجهه، كان بحاجة إلى أن يسألك عن موضوع ابنه وأي كلية تفضل أن تعطيه الجواب. يعني هناك تعاون، هناك اتصال، هناك إن كان جائعا تطعمه، في عنده مشكلة بتحل له إياها. نعم. هذا معنى صلة الرحم. يعني الله عز وجل على التكافل الاجتماعي على أساس نسبي، وفي عن عدة أسس، في أسس الجوار، الجار لك له حق. نعم. حق كبير، الجار له حق والقريب له حق،
والمؤمن له حق. لذلك الأقربون أولى بالمعروف. بعضهم قال الأقربون نسبا والأقربون إيمانا والأقربون فقرا، الله أولى بالمعروف. فلما إنسان بيصوم الصيام الذي أراده الله لازم يكون في قفزة نوعية بحياته، نوعية بعلاقاته بسهراته بنشاطه. فالمؤمن إنسان آخر. يعني بيقول كلمة دقيقة، أنت بتقول ذهب 24 عال، بتقول ذهب 21 أقل، نسبة الذهب للنحاس أقل، تقول ذهب 18 كمان أقل، ذهب 16 ذهب 11، هذه الأصناف الأربعة كلها ذهب، إلا أن نسبة الذهب إلى النحاس متفاوتة. تمام؟ تمام دكتور. نقول الفرق بالدرجة هنا، فرق بالدرجة. أما حينما آتي بمعدن خسيس كالتنك وأقول ذهب، نقول الفرق بين الذهب والتنك ليس بالدرجة، بالطبيعة. نعم. وأنا أقول بكل ما أملك من ثقة أن الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن فرق بالطبيعة. المؤمن إنسان آخر، مبادئه، قيمه، انضباطه، تفكيره، طموحاته، نشاطاته، وقت فراغه، علاقته بأقاربه، علاقته بجيرانه، بموقعه، بمن تحته، بالأقوياء. هذا المؤمن نموذج. لهذا أنا أقول الإيمان مرتبة أخلاقية ومرتبة علمية ومرتبة جمالية. الله يفتح عليكم يا دكتور. بآن واحد. نعم. نستأذن فضيلتكم دكتور أن نقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود معكم مستمعين الكرام على الهواء لاستكمال هذه الحلقة من برنامجكم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، ونعود لاستقبال مشاركاتكم الهاتفية معنا. فاصل ونواصل، فابقوا بالقرب. مرحبا بكم شيخنا الكريم. بارك الله بكم ونفع بكم. ونرحب أيضا باتصالات ومشاركات مستمعينا معنا على الهواء، فأهلا ومرحبا بكم. كنوز رمضان هو عنوان نقاشنا مع فضيلة الإعلام الدكتور محمد راتب النابلسي، ونبدأ باتصالنا الهاتفي الأول. أخي يزن تفضل. عليكم سلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم السلام ويحفظ فضيلة الشيخ إن شاء الله. الله يكرمك. بارك الله. الله عليكم شيخ. نزلك القضاء والقدر شو علاقته بالصلة الرحم؟ يعني هل القضاء والقدر متغير من ناحية العمر، من ناحية العمر في توصل الرحم؟ القضاء والقدر يلخص بما يلي: حكم ومعالجة. كطبيب مر بالمستشفى وجد مريض ضغطه منخفض جدا، فهو حكم على أنه ضغطه منخفض فأمر برفع الملح، فرأيه أو إدراك حالته قضاء والمعالجة قدر. نعم. طب مريض تاني ضغطه منخفض جدا فأمر بطعام في ملح زائد، فإدراك الحقيقة قضاء والمعالجة قدر. بيجي إنسان بيستقيم عند الله مستقيم، إذن بيقدر له الإكرام والتيسير والأسرة الصالحة والأولاد الأبرار. إنسان بمعصية بيقدر له عقاب يرده إلى الدين. نعم. فالقضاء حكم والقدر تقدير. هل له علاقة بصلة الرحم كما سأل أخوه؟ طبعا طبعا. كيف علاقة يعني؟ أنا ما فهمت سؤاله، أنه كان علاقة بين القضاء والقدر والرحم وصلة الأرحام؟ مو واضح السؤال. نعم السؤال مش واضح، هل لو وضحوا أكثر أخونا أنه فقدنا. أخي أبو عمر باتصال جديد تفضل. تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. كل عام بخير سيدي. وأنت بخير محمد. الله يبارك فيك، ربنا يتقبل إن شاء الله. الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، يعني ليس ربطها مع سورة البقرة. نعم 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 نعم. أصيغ السؤال مضبوط إن شاء الله وصل. يعني يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله أمر بصلة الرحم فقطع الرحم، يعني أقرباء الفقراء تركون، عنده قريب أو قريبين أغنياء فالتصق بهم. وقال بعض العلماء تلبية دعوة الأغنياء من الدنيا وتلبية دعوة الفقراء من الآخرة. إذا عنده أقرباء أغنياء يصلهم دائما بأي مناسبة بيكون محون، وأقرباء الفقراء ينساهم. هذا صار في موضوع تاني، موضوع أنه اختار من صلة الرحم ما له علاقة بدنياه،
فهذا فهذه الصلة لا تعد عبادة، تعد مصلحة. الله يفتح عليك يا دكتور. نذكر مستمعينا مرة أخرى إحنا معكم على الهواء عبر حياة FM، ومعنا فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي لاستقبال استفساراتكم وتساؤلاتكم وحديثنا عن كنوز رمضان على هواتف حياة 06-516-4020 06-516-5020 وأيضا 06-516-2060. يبدو أنه يزن عاد إلينا دكتور من جديد. تفضل أخي يزن إذا وضحت سؤالك والمقصود فيه. السلام عليكم. فصل خط سامحني يا شيخ. أبدا يا أخي الكريم تفضل. سؤالي يا شيخنا أنه في قبل فترة أعطانا محاضرة الشيخ أن القضاء والقدر متغير العمر، فمثلا أنا القضاء والقدر بالحكم بسورة الرحم لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء. العمر عمر الإنسان بيزيد بالبركة سورة الرحم ولا عمر ثابت؟ في جواب دقيق جدا. أشكرك، السؤال واضح الآن. شكرا نعم. جزيلا لك يزن. العمر ثابت إلا أن مضمون العمر متغير. يعني واحد فتح دكانته 5 ساعات باع ب100,000، واحد فتحها ساعة باع ب1,000,000، فما عاد له قيمة الزمن، القيمة للغلة. نعم. فالإنسان لو كان عاش عمر بسيط، يعني في الشافعي عاش أقل من 50 سنة، اترك مؤلفات لا يعلمها إلا الله. فإذا الله عز وجل أعطى إنسان الزمن لا يقدم ولا يؤخر، بل إن أتفه أعمار الإنسان العمر الزمني، في عمر عقلي، في عمر عاطفي، في عمر أعمال صالحة. فحينما يغتني عمره بالعمل الصالح كأنه عاش 100 سنة. نعم. يعني هو يبدو كلام أخونا دكتور في حديث النبي أنه من أحب أن ينسأ له في عمره نعم. فليصل رحمه. فإذا صلة الرحم لا تطيل العمر أبدا، تطيل البركة في تطيل الأعمال الصالحة. تمام. لأنه قيمة الدكان بالغلة. نعم. بالمبيع. نعم واضح. مو بالدوام. إذن العمر هو ثابت كعدد سنوات ثابت، أما يطول حكما بالعمل الصالح. جميل جميل. والبركة. نعم. وما فيه. ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، سيدنا شعيب. نعم. فلما سقى لهما ثم تولى إلى الظل. نعم. فقال ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، وقالوا الغنى والفقر بعد العرض على الله. ما المقصود بذلك دكتور؟ لا يعد الغني غنيا في الدنيا. نعم. نعم. إلا إذا جاءت يوم القيامة وسلم من عذاب النار. نعم. الله يفتح لك. أخي ماجد باتصال جديد تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الله يعطيك العافية وكل عام وانتم بخير كل شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا ومرحبا. سيدي في عندي أنا نسيبي اللي هو جوز بنتي. نعم. مانع بنتي تزور أمها. نعم. فشو جزاؤه هذا؟ شو حسابه؟ كيف؟ مش عارف يعني كيف نتصرف معه. والله الصهر غالي يا أخي أولا، وإذا كان مانحها نحن من لاطفه لدرجة يستحي بحاله. دائما وابدا الموقف الكامل بحجم الشخص. فانتوا زوروا من زوره نحن وبنكرمه، بيجي معنا هديه. هو لما بشوف هديه وانتوا جايين لعنده والله بيظهر امامكم، بعدين بيسمح له، ما في مشكله. يعني الموضوع لا يعالج بالعنف. طيب لو كان انا ضد العنف. نعم. لو كان دكتور هذا الرجل اللي هو نسيبه لاخونا ماجد مثلا حالف يمين أو نذر إنها ما تمت، إلا أنا ألغيت اليمين وبس. يكفر عن فتوى ابن تيمية. نعم. أنا ألغيت اليمين وبس. نعم. حلف يمين وغلط، شاف شلون؟ أي شو بيساوي؟ من ألغيت اليمين روحي لعنده. يكفر عن اليمين؟ يكفر عنه كيمين بإطعام 10 مساكين فقط. نعم. قال ابن تيمية: من حلف يمين طلاق وفي نيته أن يحملها على فعل ما أو أن يمنعها من فعل ما، نعم، وهو يكره فراقها كفراق دينه، هذا الطلاق لا يقع عند ابن تيمية، هو طلاق قسمي يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. وهذا ما تأخذ به المحاكم الإسلامية في أنجاء العالم الإسلامي. الله يفتح لك يا دكتور. أخي كمال باتصال جديد تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك. السؤال للدكتور محمد الله يكرمك. يعني بعض الناس اللي تقول له صوم رمضان مثلا أو صلي يقول لك أنا ما تركت الصيام ولا تركت الصلاة إلا بقدر الله، يعني يحتج بالقدر وقد يفهم القدر فهم الخاطئ. يا ريت الدكتور محمد يعني يدندن هذا الموضوع. هذا الإنسان ضربه ضرب مبرح له بقدر الله، هذا ليش ليش بيغضب؟ ما دام قال لك بقدر الله ما عم صلي وصوم. نعم. هم يحتجون أن الهداية بيد الله، فالله كتب لي الهداية ولم يكتب لغيره. أبدا أبدا، هذا جبر. نعم. حقلك كلمة دقيقة.
جاء بشارب خمر لسيدنا عمر فقال أقيموا عليه الحد. قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. لويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاضطرار إلى من الاختيار إلى الاضطرار. لا تصدق ولا واحد بالمليار أنه الله عز وجل كتب على الإنسان الشقاء بلا سبب بلا مقدمات. إن نحن نحيي الموتى ونكتب فعل مضارع، الآن ما قدموا وآثارهم، قدموا فعل ماضي، نكتب الآن ما قدموا. فالإنسان لما بيتخذ قرار بمعصية ويعصي تسجل عليه فقط، الله يفتح. أما فيه أنه مكتوب عليه الشقاء سابقا، هذا لغيت الدين كله. إذن هي أعمالنا تحصى علينا، هذه العقيدة. نعم. الجبر تلغي الدين، تلغي الجنة، تلغي النار، والعدل. تلغي العدل، تلغي. نعم. المساواة، تلغي كل شيء. أنت تلغي الدين كله بهالفكرة هي. الله قدر علي ذلك. قال له والله إن الله قدر علي ذلك لسيدنا عمر. فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه افترى، مرة أنه شرب الخمر، الله يفتح عليك يا دكتور، ومرة أنه افترى على الله. الله يفتح عليك يا دكتور. أخي وائل باتصال جديد، تفضل. أخ وائل معنا، تفضل. طيب يبدو أننا فقدنا وائل، ندعو ليتواصل معنا. دكتور، يعني أوشكنا على نهاية النصف الأول من شهر رمضان المبارك، فأتممنا ثلثه منذ أيام. هذه الأيام معدودات كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، وفعلا أيامها ولياليها المباركة تنقضي سريعا، كيف نستغلها خير استغلال؟ والله أنا أرى، يعني بتمنى على الإخوة المستمعين، إذا بتقدرك المشكلات العويصة أن تؤجلها لبعد رمضان، أصفى لنفسك. خليها الشهر شهر عبادة. نعم. قم بالحد الأدنى من عملك، مو الحد الأقصى. يعني أيام في مشكلة معويصة جدا تحتاج إلى لقاءات كثيرة ومشاحنات، هذه جمدها إلى بعد رمضان. هذا الشهر شهر أقبال على الله، شهر الصلة بالله، شهر القرآن، شهر الحب، شهر العودة إلى الله عز وجل. فالحياة ممتلئة بالمشكلات، فالإنسان بيفرغ نفسه برمضان ليكون مع الله في هذا الشهر الفضيل. الله يفتح لك يا دكتور. من جديد إلى اتصالات مستمعينا، أخي محمد تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ممكن أكلم الدكتور؟ الله يبارك. تفضل أخي الدكتور. الله يبارك فيك ويخلينا إياك يا رب. أنا بدي أسأل، أنه نحن بهالحال وهالأزمة اللي نحن فيها بسوريا صرنا حوالي 5 سنين، وهالدعاء كل دعاء يوم برمضان وهالناس ما في، يعني إيش الحكمة؟ ما في واحد يعني دعاء مستجاب ينقذنا من هالشيء نحن فيه. يعني إذا كان واحد مليارات الناس الدعاء في التراويح وفي رمضان، نعم، وما زالت المحنة، ولا كأن يوجد في إنسان دعاء مستجاب. ألا يوجد إنسان دعاء مستجاب؟ نعم. أولا أنت أمام مريض مفتوح بطنه لعمل جراحي بده شي 10 ساعات. أيام في أعمال جراحية بالقلب، بقلب مفتوح، يعني قصة طويلة. إذا عدت مع طبيب جراح أقل عملية 16 ساعة. 16 ساعة، لو أنه إجا الإبن وقال للطبيب ما بدنا نكمل حاجة، ما بيرد عليه. النتيجة إيجابية والشفاء حاصل، بس العملية بدها وقت. فلما بيكون في بطول الأمد، شوف، لو أنه الحل المشكلة حلت بشهر واحد، الممتحنون في البلد 5%، أما وقد وصلت إلى 4 سنوات الممتحنون 95%. فكلما امتد زمن الأزمة اتسعت رقعة الممتحنين، كلما امتد زمن الأزمة اتسعت رقعة الممتحنين. أنا بعتقد بهالأزمات الصارخة والقاسية جدا معظم الشعب امتحن. الغني امتحن بغناه، والفقير بفقره، والعالم بعلمه، والطبيب بطبه، وكل إنسان امتحن ودفع ثمن نجاحه أو رسوبه. الله يفتح عليك يا دكتور. فامتداد الأزمة، لا تكره الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين.
في إنسان بيظهر نفاقه بعد سنتين. فربنا عز وجل هو الحكيم هو العليم، لازم تحترم قرار الله عز وجل، هذا إله، وكل شيء وقع بأمره، كل شيء وقع أراده الله سمح به، وكل شيء أراده الله وقع. والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. نعم. أما أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، هي الحقيقة المرة. لا تحابي نفسك، لا تحابي أمتك، في تقصير. لكن أنا حقول كلمة كتير دقيقة. طبيب عنده 3 مرضى، واحد أو أب عنده 3 أولاد، واحد ذكي جدا ومتفوق تركه حقق الهدف، والثاني منغولي كمان تركه ما في أمل، والثالث ذكي جدا ومقصر فصب تربيته على الثالث. فإذا واحد ميؤوس من صلاحه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وإذا كان صالح جدا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نصر الله. أما في حالة ثالثة لا هو كافر ولا هو مطبق، في عليه معالجة. فإذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتناه، وإذا أحب الله عبده عجل له في العقوبة. ففي أنفاس طاهرة وفي أدعية، بس الله له خطة أنا بحترمها لو لم أفقه حكم، لو لم أفقه تفاصيلها. بس إله، هل يعقل أن يقع في ملك الله ما لا يريد؟ مستحيل. كل شيء وقع أراده الله سمح به فقط. شو معنى سمح به؟ طبيب زوج ما أنجب ل10 سنوات، بعدين أنجب ولد آية في الجمال، تعلق الأب به تعلقا مذهلا، ثم اكتشف الأب الطبيب أنه معه التهاب زائدة. فهذا الأب المحب الفاني في محبة ابنه يسمح بتخديره تخديرا كاملا، ويسمح بفتح بطن ابنه، ويسمح باستئصال الزائدة، يسمح بالخياطة، ثم يذهب مفعول المخدر وفي آلام شديدة بعد منه، لأنه أب رحيم وعليم. فكل شيء وقع أراده الله، كل شيء أراده الله وقع. إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. مو سهل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، الصحابة زلزلوا. والآن هي الثورة أو هالأحداث الأليمة في بعض البلاد الإسلامية فرزت الناس، ناس كفروا بالله، وناس ازدادوا ثبات، وناس أعطوا كل ما عندهم. لا تكرهوا الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين. وهي الفتنة تفرز الناس إلى صادق، يعني في خير كامن ظهر من الفتنة، وفي شر كامن ظهر.